لازم نمسكهم من ايدهم اللي بتمشعهم. اكيد مالي رح ضيع التجاره، فرصه ذهبيه. بعدين الناس ما لها خلق على المرض. بس يا ترى منين بدنا نجيب دواء لهالداء العظيم والخطير؟ منين بدنا نجيبه؟ ولو انا جاي لعندك لانك انت تاريخ طويل وعريض بالاعشاب وبالخلطات، لازم يشوف العلاج مربحها. الناس مستعده تدفع لي فوق واللي تحت. عم اقول لك معشوقات، تركني مزمز، تركني اطلق العنان لخيالي. لابد انه لاقي دواء لهالدواء الداء الخطير، ورح يضر علينا مصاري ما بيعلم فيها غير اللي خلاه. هذا حكينا، هذا حكينا. لك شو الحل لهالمرض منتشر بالحاره؟ والله شيء بخوف. رح اموت انا من الرعب، رح اموت، رح اموت. ما عم نعمل ليه؟ لك مرته للفوار راحت فيها المخلوقه، مرته للفوار راحت فيها المخلوقه، ماتت، ما تحملت الوجع. وابنه الاب فوزي جارنا طلعت حرارته الصبي وما عاد نزلت وما عاد لا سمع ولا شاف بعيونه. دخيلك يا ابن عمي، لك الاولاد ما عم بيسترجوا يطلعوا من باب الحاره، بضل بروح وبيجي بسكر هالباب، بقول له لا ما في طلع لبرا، وبضل بقيط عليهم اذا خلقنا من القعده. تقبرني يا ابن عمي، لك شي حل؟ ما قلنا غير الله وانت. طولي بالك علي، طولي بالك علي. بعت على اسطنبول ليجيبوا لي الدواء، يومين ثلاثه بيوصل. بس انت ديري بالك على حالك وديري بالك على الاولاد. لا تسلموا على حدا لا برا ولا جوا، واي شغله بتشتروها من برا سلوها قبل ما استخدموها. لا حول ولا قوه الا بالله. يا جماعه، جماعتكم اليوم مشان نحل موضوع الوباء لازم نلاقي حل، لانه مو معقول. الحل عند ابو احمد. ابو احمد انت عطار الحاره، وانت شفيت الكبير وشفيت الصغير، لك حس بالمسؤوليه، حس بمصيبتنا. اخي قد ما كلف العلاج انا رح ادفع. لك يا ابو سمير، طول بالك علي، طول بالك علي. نحن عم نحاول. انا بعتت ولا ابو حمدي، وابو حمدي اكبر عطاري الشام، وراح سافر لحتى يجيب لنا الدواء. اني يومين بيوصل، طول بالك. لك يا جماعه طولوا بالكم، الحل لا بايد ابو احمد ولا عند ابو حمدي، الحل عند رب العالمين. لك والنعم بالله يا شيخ، كلامك على عيني وراسي. بس شوفت عينها، شوف العالم ما عاد طلعت ببيوتها. يا جماعه شو بكون؟ خلوا ثقتكم برب العالمين كبيرة. لا إله إلا الله. أنا برأيي إنه لازم نقيم الصلاة جماعية على نية إزالة هالمرض والشفاء منه. والنعم بالله. خلص أخي. أبو أحمد، أبو أحمد إيدنا بزنارك. عم أقول لك شو ما كلفت العشبة تكلف، أنا بدفع عني وعن أهل الحارة كلها. شوف أبو أحمد، المرض اللي منصابين فيه أهل حارتك ما له علاج بنوم. يعني إذا انصاب واحد فيه يمكن يطيب لحاله، أو يمكن ينصاب ببعض حواسه، كل مي وكل جسم بحسب مقاومته، وعلى مدار الأيام له علاج. على الحالة، يعني شو استفدنا؟ رح نستفيد، رح نستفيد كثير، ورح نربح كثير كمان. شلون يعني؟ لقيت لك دواء بخفض الحرارة، وبيقلل الوجع، وبيخلي الواحد يعيش مزهزه وكأنه ما معه مرض. يعني بينسيهم المرض وما بيشفيهم منه. تماما، بس بدك تدير بالك. اوعى تعطيه لاهل بيتها، لانه في نسبه تتن عاليه اكثر من التتن اللي نحن هلا عم ناخده، وهذا بيخلق عندهم اعتياد، يعني بيعتادوا عليه، وهذا بيضمن لنا الربح. يا لطيف يا لطيف، شو انك داهيه يا ابو حمدي، ما معقول. بس ما لك هذا الدواء ليكون غالي. لك لا اقول لك فكره، رح ابيعك يا ارخص من السوق. والله الناس بكره لتبيع بيوتها وتشتري، ولا عم نعمل ربح ما بيعلم في غير اللي خلقها. قولي الحمد لله يا صفيه، قولي الحمد لله. هي ثالث مالكانه من 15 يوم لهلا. الف الحمد لله، تقبرني الف الحمد لله. هذا غير المديح والشكر فيك ليل نهار. وبيني وبينك إيه، بابي ما عم يتسكر قبل الفطور، على سكب رايحه وسكب جاي. إيه ما بقى اطبخ انا. هذا كله لانه انت اعطيتهم الدواء. قولي الحمد لله. بس بدي اسالك صفيه، في حدا من الجيران عم يشتكي ويقول انه الدواء غالي ما غالي؟ لا 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 ابدا، ما حدا عم يشتكي، بالعكس مستعدين يقعدوا بلا اكل وشرب وياخذوا من هذا الدواء. ايه ما بكفي انه انت ريحته من كابوس المرض، ان شاء الله بتقبر قلبي. الحمد لله، الحمد لله والشكر. اي والله الف الحمد لله يا رب. دخيلك. لك شو عملت فينا ابو احمد؟ لك احكي، العالم كلها ضاجت، لك ادمنا على الخلطه، وين الخلطه؟ العالم كلها ضاجه. ابو احمد يسر عرضك، نحن المرض خلص بح، خلصنا منه.
بس الخلطه بنوس ايدك، والله اتمنى عليها. بدنا الخلطه ابو احمد، بدنا الخلطه. طولوا بالكم، طولوا بالكم يا جماعه. ما بقى ابو حمدي الا يجي، يعني اني يومين ثلاثه وبيكون بيناتنا وبيجيب الخلطه وبتكون عندكم. طولوا بالكم، الغايب عذره معه. يا ابو احمد شايفك قاعد ومرتاح ومبسوط، كانك مانك اخذ من هالدواء. يعني انا وعيالي ومرتي يعني ما مرضنا مرض شديد، فقررنا انه ما ناخذ الخلطه، قلنا لحالنا منطيب هيك لحالنا، وهذا اللي صار. شو يعني بلعتنا من الخلطه وانت وعيالك نفدتوا منا؟ اسمع لك، اقسم بالله العلي العظيم اذا بعد المغرب ما بتجيب الخلطه وبتجي لعنا لنهجم عليك على بيتك ونكسر البيت فوق راسك. فهمت؟ اسمع ابو احمد، معك من هون لبعد الفطور، اذا ما بتجيب الخلطه لاقي مقيابتك وكسر لك رجليك. شو عم تسمع؟ يلا امشي. امرك سعيد. امشي لك. يلا يخرب بيته لك، شو عمل فينا؟ شو شيخي؟ والله ما فيني لكم غير لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا رجال طول بالك، هذا أبو سمير بيهدد كثير بس ما بيعمل شيء، ما مساوي لك شيء. لك يا صفية، أنت لو شفت عيونه الشر عم ينقط منه طنقيط. لا والزعيم شد على مشده، خايف يا صفية خايف. حروق شو بدي اقول لك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، يعني شو اخرته هذا ابو حمدي؟ ما بعرف يا صفية، ما بعرف، فصم الحوداب وين اختفى ما بعرف، سألت عنه بالسوق، على بيته، لك سألت رفقاته ما حدا بيعرف وينه، ومين ضل بالواجهة؟ أنا 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 خايف خايف. معناها تقبرني أنت كمان لازم تختفي. اسمع لقلك، احمل حالك وروح تخبى بالمحل، ما حدا حيخطر له أنك أنت هنيك، وأنا مين ما سأل عنك بقول أنك رحت تدور على أبو حمدي. والله هذا حل. ماشي انا رايح وانت ديري بالك. اسمع ابو احمد، اذا ما بتجيب الخلطه بدي اقيم قيادتك. ها طول لي بالك. شو عملنا؟ قلنا له يا زعيم، قلنا له على اساس بعد المغرب يجيبها وما جابها. لك يا ابو سمير علقنا بالخلطه وتركنا. بدك تجيب الخلطه لما ما بدك تجيبها. على راسي على راسي، طول بالك بس الله يرضى عليك، طول بالك. لك على شو بدي اطول بالي؟ طولوا بالكم يا جماعه. انا حمدي ابن ابو حمدي، جبت لكم الدواء. اهلين يا ابني، اعطيني اياها، اعطيني اياها لحتى حلا واعطيها للناس الله يرضى عليك، اعطيني اياها. طول بالك عمي ابو احمد، طول بالك. ليكو الدواء معي، وبيتاخر على موعد ابو احمد شنو مريض، مريض بمرض كتير خطير وكبير، ولا علمه ولا خبرته بكار العطارة ولا حتى ثروته يلي لما كلها بالحرام قدرت تشفيه، تشفيه وتعافيه من هذا المرض اللي هو فيه. ليكو هلا هو بين الموت والحياة بالفرشة، منشان هيك بعتني لعنكن لألكن هالكلمتين، إنه ضميره كتير عم بيقلبه وبده ياكن تسامحوه وتخفروا له عالشي اللي عمله فيكن. الشي اللي عمله فيكن إنه هو أبو أحمد عطاركن بالحارة اتفقوا على عشبة يبيعوكن ياها، وهي العشبة لا فيها إنكن تتعافوا ولا فيها انكم تنشفوا ولا فيها شي بالمره. كانوا عم ينصبوا عليكم ويضحكوا عليكم، وابي بعتني لعنكم لانه ضميره كتير عم بيقلبه وخطيتكم برابته، ورابته عص عليه هيك من كتر الحرامي اللي اكلوا من وراكم. هي العشبه اللي كنتوا عم تاخدوها كلها كذبه وضحك على الريحه، بتخلي مزاجكن عالي وبتنسوا مرضكن اللي انتو فيه، ولا هي لا بتشفي ولا بتعافي. مشان هيك ابي بعتني لعنكم لكن هالكلمتين، تصحوا على حالكم وتعرفوا انه هي العشبة ما فيها شي بالمرة.
مزبوط يا أبو أحمد ولا أنا غلطان؟ احكي لأهل حارتك، قلن شو عملتوا أنت وأبي، قلن أنه الحرام ما بيدوم وإذا دام بياكل صاحبه وهالدنيا فاينة وما فيها شي بالمرة. قلن هذا الحكي. أبي هلأ اتعظ وعرف أنه هي الحياة ما فيها شي بالمرة. كفن كفن ما فيه جيب لشوف هالبيوت يلي عمرتوها وهالمصاري يلي أكلتوا فيها حرام وطعميتوا ولادكن حرام. شو لح تفيدكن لك أبو أحمد؟ شو لح تفيدكن؟ ليكو أبي ملحوش بالفرشة وعم يبكي دم عالشي اللي عمله. ليش؟ شو السبب؟ يا أهل الحارة، هاي العشبة كلها كذبة، واه هاي قدامكم. السلام عليكم. شو أبو أحمد شايف لسانك أكل القط؟ شو يا نصاب؟ كيف خطر ببالك تعمل هيك بأهل حارتك؟ لك كيف خطر ببالك توقف جنبي بالجامع وتصلي وأنت عم تقتل بأهل حارتك؟ يا خسيس يا واطي، بس الله الله شايف وعارف كل شيء. اسمع أبو أحمد، كلمتين رح لك يا هون. هي الدكان بتسكرها وممنوع حدا يجي لعندك، ويلي بيجي لعندك بدي قتله قتله وطلعه من الحارة. وهذا الحكي لك. امشي يا واطي، امشي من هون، حرك يلا. العمى طول هالمدة وعم ينضحك علينا. يا ابو احمد، بمجرد ما اهل الحارة اخذوا الدواء اللي وصف لهم يا ابو حمدي الله يرحمه ويغفر له، نسوا كل شيء وسامحوك، وكلهم بعتوني حتى تطلع معنا على صلاة العيد. العيد يا أبو أحمد حتى نصفي النوايا وترجع قلوبنا بيضة ونرجع نعيش مثل ما كنا عايشين. بس أنا ما عم بقدر سامح حالي يا شيخ، ما عم بقدر سامح حالي، يعني ما لي عين اطلع بوجوههم. إيه صحيح أنت غلطت، بس إلك أفضل كتير على أهل الحارة. هذا كله عند رب العالمين ما بيضيع، فأفضل شيء إنك تبت وتوبة تكون خاصة لوجه الله تعالى يا أبو أحمد. التوبة؟ الله يسامحك يا أبو أحمد.